اليوم الخارجية البريطانية خرجت بيان تطلب في الرعايا البريطانيين أنهم يكونوا حذرين إذا مشاو للمغرب ماشي الجزائر، يقولوا لهم كي تمشيو للمغرب ردوا بالكم تدخلوا للحدود الجزائرية المغربية. هذا حاطينه كونساي او فواياجور بريتانيك او ماروك، يقولهم الحدود البرية بين الجزائر والمغرب مغلقة، لا تحاولون المرور عبرها، واعلموا أن الحدود تمتد إلى البحر. إذا كنت على متن باخرة أو إذا كريت ان جيتسكي، باخرة مائية دراجة مائية، اتأكدوا من الحدود البحرية وريحوا في الحدود في المياه الإقليمية المغربية وتكونوا متأكدين منها، وتأكدوا باللي عندكم وقود كافي اللي يسمح لكم باش تدخلوا للساحل، سمعت الشاطئ. هذا النصيحة اللي قدمتها وزارة الخارجية بريطانية لرعاياها اللي يمشيوا للمغرب، لأنه الإنجليز والأمريكان والألمان والفرنسيس كانوا يروحوا يديروا سياحة في المغرب ماشي في الجزائر، يروحوا لتونس، يروحوا للمغرب، في النص السجن الكبير واحد ما يروح، شنو يروح للسجن؟ يروح ما يسموش حتى الحليب، واش حبيتو يروح يدير الجزائر؟ الحليب ما يسيبوش. تصور كان عندنا حنا كيما المغرب 10 ملايين 13 مليون سايح في العام، هيك يا واحد واش صرا فينا؟ واش معناها هاد النصيحة تاع السلطات البريطانية لي الرعاية البريطانيين اللي يمشيو للمغرب؟ معناها ردوا بالكم، المغرب مجاورو بلد، ردوا بالكم تدخلوا له، يتيروا عليكم يقتلوكم، لأن ما حس في حتى بلاد، هذه ما تحصلش، ما تحصل في حتى بلاد، إن واحد دخل مياه إقليمية بجات سكين بدا منها تيري عليه، الآخر جاي يصيد بدا تيري عليه. هكذا واللي انت تيروا على الجزائريين ماشي تيروا عليهم هكذا، لا في كازيرنا راجل مكتف يجي يحطوا حبه في راسه، ماشي واحد ماشي زوج ماشي ثلاثه، راجل في الليل في داره في الخضاريه زدموا عليه العسكر كما عسكر الاستعمار وما دارش هكذا 12 تاع الليل، يصدموا يفتشوه يخرج هو يصيب القائد تاع هذيك الدورية هذيك كولونيل يقولوا شنقريحة السعيد، يخرج باش مسكين يسقسيه وعلاش جاي يعطيه حبة في الراس. نظام قتلة، نظام مجرمين، على هذا لابد من التخلص منه، لابد من التخلص منه، وعلى المنظومة الدولية أن تساعد الجزائريين على التخلص من هذه العصابة اللي شوت بالجزائر، شوت بالجزائريين، راهي تقمع في الجزائريين، تسرق في الجزائريين، يعني الضحية الأولى تاع هذه العصابة هم الجزائريين وبلادهم، شو بلادنا اللي من المفروض راهي جنة للسواح، تروح للتاسيلي
كانت تاسيلي بكري قبلة السواح. السواح يظل في التاسيلي قاعد، تروح لحبة تمشي للصحراء، تمشي للاسكرام في تنراس، عندك ما تشوف ثاني كيف كان السواح. يعني حتى في السنوات 80 كانوا أوروبيين يجونا ناس جايين من سويسرا، من السويد، من السويد، يقطعوا الصحراء الجزائرية، يدخلوا حتى المالي، ومن مالي يحطوا حتى تومبوكتو، وبعد يحطوا حتى لتحت خلاص، يبيعوا الكاميو تاعهم ويشروا ليبيا ويرجعوا يروحوا لبلادهم ويديروا ترابيرسي دو ديزير. هكذا ما نتكلمش على الشواطئ الجزائرية، وما نتكلمش على البحر، الآثار التاريخية دها من قبر ماسينيسا، قبر الرومية مدغاسن، وروح الأبراج بالول، وروح الشرفات غوفي. الجزائر هي جنة السياحة، لكن للأسف العصابة الحاكمة، أولا العصابة تاعنا جهالة، لا ثقافة ولا سياحة ولا إحزان، ما عندنا مسارح، ما عندنا قاعة سينما، ما عندنا قاعة تاع أفراح وتاع، وما عندك سهرات في الصيف، كان بكلمنا في الصيف سهرات في قاعة ابن خلدون، في قاعة في المسرح الهواء الطلق تاع لوراسي، في الساحات العمومية، ناس زاهية فرحانة. الآن الناس تخمم على السميد والحليب والماء، ما علمش تخمم. غبنوا الجزائر والحرام، ما غبنوها تاع الصح. دونك البريطانيين يديروا تحذير، يوجد تحذير لمواطنيهم اللي ماشيين المغرب، يقول لهم ردوا بالكم بعد الحدود تاع هذوك المجرمين هذوك. بعد شتو كاش يبهدلوا بينا؟ ايوي بلاد اللي ماهيش دولة خلاص، دمروا فيها الدولة، ما بقاتش دولة. دروك نتكلموا علاش ماهيش دولة، مور الفاصل. الله أكبر، هشام عباس، هشام عباس.